أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. أعزائي المشاهدين، نرحب معا اليوم بضيفنا رجل مميز، رجل الأعمال مميز، سيد محمد صاحب صالون نيو داي للأطفال والرجال. بداية أحب أن أشكرك سيدي محمد، وهل لنا من وقتك تحكي لنا عن حالك شوي؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، أنا محمد أمر الله محمد كرمستجي، من قرية طبعا اسمه كرمستج، من منطقة فارس. فجيت مع الوالد الله يرحمه سنة 1975، فتميت في دولة الإمارات وبالذات في دبي لغاية اليوم 2023. طبعا المحل هذا بدأنا تقريبا من 11 سنة، وكان في المنطقة أخرى حولنا المنطقة هذا بسبب من هذا المبنى مبنى الحكومية تبع الوصل. فالحمد لله رب العالمين ماشي الشغل الحمد لله. طبعا في فترة من أيام الكورونا كان في صعوبة شوية، لكن بعد ما فتح الحمد لله رب العالمين هاي دبي، فمثل ما تشوف السوق الحمد لله رب العالمين ماشي. الحمد لله أستاذ محمد، معناها أنت بعد الكورونا تحسنت الأوضاع. خلال الفترة اللي بعد الكورونا كيف تميز الصالون عندك؟ كان من ناحية الصالون الرجالي أو من ناحية صالون الأطفال بتقديم خدمة الحلاقة، أو ما هي خدمات كمان اللي بتقدموها غير الحلاقة؟ والله هنا الأطفال أنا مثل ما قلنا لك من 11 سنة، لكن الصالون الرجالي مثلا تقريبا أقل من سنة، لأنه أنا عندي ترخيص رجال وأطفال. فخدماتنا مثل ما تشوف حلاق، وطبعا بعد التحليق في هدايا للأطفال عشان يرضى الأطفال، والتشجيع تجي مرات. نعم. أستاذ محمد، ما هي الخطة المستقبلية للتطوير والتحسين في صالون للرجال أو للأطفال؟ والله عندي طبعا تخطيط المستقبلية عشان توصيل وافتح فروع جديدة. وأنا في البداية فتحت ثلاثة صالونات مع بعض عندنا في منطقة نهدة، دبي نهدة الشارجة، لكن مش ناجح بسبب الإدارة، لأنه هاي الشغل تحتاج للإدارة. حتى هذا أنا مثل ما قلنا لك عندي مشاكل أخرى، فهنا تقريبا ممكن كل أسبوع مرة وبالكثير مرتين بيجي، بس أكثر من كذا ما. أنا أستاذي، أنت صار عندك خبرة طويلة بهالمجال، عم تحكي إنه في الإدارة وعندك معلومات طويلة بهالمجال. من خلال خبرتك الطويلة، شو بتنصح المستثمرين اللي بيجوا على الإمارات لحتى يستثمروا فيها؟ والله الإمارات خصوص دبي وجهة خاصة، يعني تختلف عن العالم كله. أنا عندي تجربة 14 سنة كنت عايش بتايلاند، عندي هناك تجارة في مجال استيراد وتصدير، لكن دبي وجهة مختلفة تماما، هذا وجهة نظري. وناجي إن شاء الله، والقيادة والسياسة في جميع المجالات ناجحين 100% إن شاء الله. أستاذ محمد، قبل الانتهاء بدنا نخبر المشاهدين وين مكان الصالون وكيف ممكن يتواصلوا مع الصالون. مكان هنا في منطقة الكرامة بناية الوصل قريبا لولو هايبر ماركت إن شاء الله. إن شاء الله. أشكرك أستاذي. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع بشكر خاص للسيد محمد ولجميع طاقم العمل في صالون نيو داي. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.